السلام عليكم طلاب الصف الثاني، كيف أصبحتم؟ اليوم سوف نبدأ بحل اختبار نهاية الوحدة في مادة الرياضيات. الكتاب الملون يا مس. كلياتنا نفتح صفحة 35، يلا كلنا نفتح يا مس صفحة 35. خلينا نبلش يا مس بحل الاختبار نهاية الوحدة يا ثاني. طبعا احنا يا ثاني اخذنا دروسنا، نتذكرها يا مس. خلينا نتذكر ايش احنا اخذنا بهاي الوحدة. اخذنا العد بالوحدات والعشرات والمئات، عرفنا كيف نعد وحدات وعشرات ومئات. كمان ميزنا بين الاعداد الزوجية والفردية. كمان يا مس عرفنا العدد السابق والعدد التالي. كمان يا مس رتبنا الأعداد من التصاعدي، وأيضا رتبنا الأعداد تنازليا، وكمان يا مس قربنا الأعداد لأقرب 10 و100. خلينا نشوف حالنا يا ثاني، إحنا إيش استفدنا من هاي الوحدة في حل مسائل اختبار نهاية الوحدة. يلا يا ثاني خليك معي على السبورة، يلا نقرأ السؤال زي دائما تعودتكم يا ثاني، لازم نقرأ السؤال علشان نعرف ايش المطلوب منه. يلا، عد تصاعديا ثم اكتب الاعداد المفقودة. ايش يعني عد تصاعديا؟ يعني انا بدي اصير ازيد على العدد، فهو ببلش عندي من العدد الصغير الى العدد الكبير. يلا يا بس نشوف اول سؤال. 352، 353. يلا ايش بيجي وراها يا مس؟ يلا ايش بيجي وراها؟ شوف عندي المئات نفس الاشي، العشرات نفس الاشي، لكن صار الاختلاف وين ثاني؟ بالآحاد. اذا انا هون راح اعد وحدات، بدي اعد يا ثاني وحدات. 2 صارت 3، شو ضفت انا؟ 1. اذا هون انا ضفت وحدات. يلا شو بيجي ورا الثلاث؟ 4، وبنزل المئات والعشرات. يلا ضيف على الأربعة 1، شو بتصير يا مس؟ 5، وبنزل يا مس المئات والعشرات. فأصبح عندي الطلعة يا ثاني 352، 353، 354، 355. يلا تعال نشوف رقم 2. يلا 658، 668. تعال نشوف هون الاختلاف. 6 6، 5 6. لاحظوا يا مس 5 6، 8 8. إذا وين صار الاختلاف؟ عند الآحاد أم العشرات أم المئات يا ثاني؟ أحسنتم، عند العشرات. فبوصل العشرات مع العشرات. قديش ضفنا الخمسة؟ قديش بدها تصير 6؟ 1، صح؟ ولأنها في منزلة العشرات، إذا أنا قاعد لمس بضيف عشرات، بضيف عشرات. إذا هون العد عشرات، يعني أنا رح أصير أعد عشرات. يلا يا مس، أول إشي بنزل الست المئات لأنه أنا ما إلي فيها. الاختلاف عند العشرات. يلا شوفوا 5 6، يلا شو بتصير يا مس؟ أحسنتم، 7، وبنزل يا مس مين؟ الآحاد، يعني أنا بعد قاعد عشرات، بضيف عشرات. لاحظوا هي 50 60 70، يلا شو بدي ورا 70؟ 80 اللي هي 8، صح؟ بنزل المئات والآحاد. يلا نشوف رقم 3 يا ثاني. طيب يا مس 418، 518. يلا نشوف وين الاختلاف. نيجي عند المئات 4 5، إذا صار الاختلاف يمس عند المئات. شوفوا الآحاد والعشرات نفسها 18 18، يعني ما تغيرت. إذا أنا راح أضيف مئات، يعني أعد مئات، يعني راح أضيف يمس كم حكينا؟ 100. إذا راح أضيف 100. يلا 400 500، يلا ايش بيجي وراها يا مس؟ احسنتم يا ثاني 600، وبنزل الاحاد
10. 600 شو بدي وراها؟ ممتاز 700. إذا صار عندي 418، 518، 618، 718. إذا أنا هون ضفت على المئات، يلا تعال شوف المئات، 4، 5، 6، 7. ماشي يا مس؟ يلا رقم 4 يا مس معانا واجب بالبيت. رقم 4 معانا واجب بالبيت. نشوف يا مس السؤال الثاني، إيش المطلوب منا؟ بيحكي لنا عد تنازليا، بدنا نعد تنازليا. إيش يعني يا مس تنازليا؟ يعني راح أنا أنقص من الأعداد، بدي أنقص من الأعداد، لأنه تنازليا عندي من الكبير إلى الصغير. طيب يا مس خلينا نشوف رقم 5، خلينا نحل رقم 5. يلا يا ثاني طلعوا معي، 554. عندي الرقم الثاني معطيني 644. يلا تعالوا نشوف مع بعض وين في الاختلاف. الستة والستة المئات بيشبهوا بعض. الخمسة والأربعة، إذا هون صار عندي يا مس اختلاف بين العشرات، خمسة أصبحت أربعة، وعندي الأحد أربعة أربعة نفس الإشي نفس الإشي. إذا أنا رح نلعب يا ثاني نعد بالعشرات. طيب يا ثاني بسأل حالي، الخمسة أصبحت إيش يا ثاني؟ أربعة. إذا أنا بحكي زائد ولا ناقص؟ ها الخمسة صارت أربعة، هسا الخمسة أكبر من الأربعة. إذا أنا نقصت ولا زدت يا ثاني؟ أحسنتم، نقصنا يا ثاني. ناقص كم يا مس؟ رح يكون ناقص 10، رح يكون يا مس ناقص 10، شايفين؟ هي أنا ليش حكيت 10؟ ليش ما حكيت ناقص 1 يا مس؟ ما هي 1 تنقص الخمسة عن الأربعة 1، لا يا مس بحكي 10، ليش؟ لأنها هي في منزلة العشرات، في منزلة العشرات. لو كانت عندي الأحد بحكي لك ناقص 1، لو كانت عندي المئات بحكي ناقص 100، لكن هي عندي العشرات، يعني قاعد الخمسة والأربعة عندي العشرات، لهيك مس نقصنا 10 أصبحت 50، فأصبحت لما نقصناها أصبحت 40، ماشي يا مس؟ يلا خلينا الأربعة، شايفين هاي بالنص الأربعة، خلينا ننقص منها 10، كم تصبح يا ثاني؟ أحسنتم 3، وبنزل المئات والآحاد. يلا الثلاث يا مس نقص منها 10، أيوة تصبح 2، وبنزل يا مس المئات والآحاد. فشوفوا يا مس عندي 654 أصبحت 644، قاعد بنزل، أصبحت 634، 624. طلعوا لي على العشرات، 5 4 3 2، يعني أنا قاعد بنزل يا مس، بنقص صح ولا لا؟ مس رقم 6 معانا واجب، واجب على نفس النمط مس. يلا نشوف سؤال ثلاث شو المطلوب منا. سؤال ثلاث ايش بيحكي لي يا مس؟ اكتبي العدد الواقع بين العددين، يعني اللي قاعد بالنص يا مس بين العددين. طيب تعال نشوف رقم 7، عندنا 872 وعندي فراغ 874. طيب شو الرقم اللي بالنص؟ تعال شوف يا مس، يلا عد التالي، ما التالي للرقم 872؟ يلا ايش بحكي؟ 872، يلا شو بيجي وراها؟ 800، أحسنتم يا ثاني، و73، 873، يلا تعال نقرأها، 872، 873، 874. إذا ال 873 يا ثاني العدد الواقع بالنص، اللي قاعد بالنص بين 72 والأربعة وسبعين، شو بيجي عندنا يمس؟ 73. رقم 8 يمس معانا كمان واجب، واجب يا ثاني. طيب خلينا نحل رقم 9 و10، نحل رقم 9 و10 يا ثاني. مس لا تنسوا الواجب، يا ريت تنحلوا يا ثاني ونبعثوا للمس.
يلا رقم 9، ايش بحكي لنا 9 يا مس؟ حوط. ايش حكينا دائما؟ شو معنى حوط؟ يعني ضع دائرة. حوط على العدد الفردي، يعني بدي احط دائرة على العدد الفردي. معطيني يا مس ارقام، خلينا نكتبها. هسه مس دائما انا حكينا اذا بدنا نميز بين العدد الفردي والعدد الزوجي، وين بنحط خطي ثاني؟ احسنتم، بنحط خط تحت مين؟ تحت الاحاد. بنحط خط تحت الاحاد. خلينا نكتب السؤال اللي وراه كمان. حول او حوط العدد على العدد الزوجي. طيب مين يذكرني يا ثاني شو هي الاعداد الفردية؟ يلا احكوها مع بعض. يلا ايش هي الاعداد الفردية؟ يلا نعيد مع بعض مع المس. يلا 1 و3 و5، ايش كمان يا مس؟ 7. احسنتم يا ثاني، و9. برافو يا ثاني. يلا احكوا لي ايش هي الاعداد الزوجية؟ يلا حافظين الاعداد الزوجية؟ شو هي الاعداد الزوجية ثاني؟ 0 2 4 6 8. احسنتم يا ثاني. يلا تعال نشوف يا مس السؤال الاول، او السؤال اسف التاسع، شو بحكي لنا؟ حوط العدد الفردي. هسا حكيناهم يا مس ايش هي الاعداد الفردية، اللي هم 1 و3 و5 و7 و9. 1 و3 و5 و7 و9 هي الاعداد الفردية. اول اشي يا مس وين حكينا بنحط خط؟ تحت الاحاد لكل عدد. يلا وين الاحاد؟ هيها هون عندي احاد 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 احاد. نيجي بنسأل حالنا، الاثنان هل هي من الاعداد الزوجية؟ لا، اذا بنحط عليها اكس. التسعة هل هي من الاعداد الفردية؟ احسنتم، نيجي بنحط يا مس عليها دائرة. السبعة هل هي من الاعداد الفردية؟ هي احنا بنكون كاتبينهم. نعم، بنحط عليها دائرة. الواحد هل هي من الاعداد الفردية؟ نعم، بنحط عليها دائرة. الصفر من الاعداد الفردية؟ لا، بنحط عليها اكس. ماشي يا ثاني؟ يلا رقم 10، حوط العدد الزوجي، يعني ضع دائرة على الاعداد. يلا نتذكر كمان ولا الاعداد الزوجية بنحطها يمس عنا عشان ما نخربط. 0 2 4 6 8، اي عدد من الاحاد بيبدا بهالارقام بيكون عدد زوجي. يلا اول شيء بنحط خط تحت الاحاد لكل رقم. يلا يا ثاني، الخمسه هل هي من الاعداد الزوجيه؟ لا. الثمانيه هل هي من الاعداد الزوجيه؟ نعم، نضع عليه دائره. الخمسة هل هي من الأعداد الزوجية؟ أحسنتم ثاني، لا، نحط عليها إكس. الأربعة هل هي من الأعداد الزوجية؟ نعم، نضع عليه دائرة. الواحد هل هي من الأعداد الزوجية؟ لا، نضع عليه إكس. ماشي يا ثاني؟ إذا بنكون خلصنا نقطة أو درس مراجعة درس اللي هو العدد الزوجي والعدد الفردي. طيب يا مس نفتح كتابنا على صفحة 56. يلا حلينا يا مس، خلصنا، نفتح على صفحة 36. 36 نكمل يا مس حل الأسئلة تاعتنا. يلا يا ثاني، فتحنا يا ثاني. يا مس انتبه عندي على السبورة كيف بدنا نحل يا ثاني. طيب احكي لنا سؤال، قارن يعني مس نحط أكبر أو أصغر أو يساوي. حكينا مس هاي المقارنة، إشارة أكبر أصغر يساوي. تعال نشوف رقم 11 شو كاتبين لنا. 807 رح نقارنها يا مس ب 901. كمان عندي رقم 12 بحكي لي 378، بدي أقارنها ب 369. طيب خلينا نكتب هون كمان رقم 13.
2 3. اذا هذا الرقم بيتكون من 3 منازل، وهون يا مس 1 2 3 كمان بيتكون الرقم من 3 منازل. هسه مس دائما اذا بدي اقارن وين بحط خط يا ثاني؟ تحت مين؟ احسنتم، تحت المئة. وين المئات هون؟ هي الثمانية. وهون وين المئات؟ هيها التسعة. يلا باجي بسأل حالي، مع انهم مختلفات، بسأل حالي مين أكبر؟ الثمانية ولا التسعة؟ أحسنتم، التسعة. فبفتح فم السمكة عليهم. خلينا نقرأ يا بس المقارنة. 807 807 أصغر. ليش بس حكيت أصغر؟ لأن هي لا في وجهها عليها صح؟ أصغر من 901. 901. طيب خلينا نشوف رقم 12. يلا 378 و369. يلا خلينا نعد 1 2 3. 1 2 3. إذا عدد المنازل متساوية ثاني. يلا وين بحط خط؟ تحت المئات. طب عندي مس 3 متساويات، احط يساوي؟ لا يا مس، شو حكينا وين نروح؟ عند العشرات. يلا هاي العشرات وهاي العشرات. 7 6، مين اكبر، السبعه ولا السته يا ثاني؟ احسنتم، السبعه. اذا اضع اشاره اكبر عليها. يلا خلينا نقرا 378 اكبر من 369. ماشي يا ثاني؟ يلا خلينا نشوف السؤال اللي وراه رقم 13. بيطلب مني يا بس، يلا نقرأ السؤال. رتب تصاعديا، يعني عندي أرقام بدي أرتبها تصاعديا. لما أقرأ كلمة تصاعديا إيش حكينا يا بس؟ نضع نقطة صغيرة، نضع نقطة صغيرة عشان أعرف إنه أنا رح أرتب الأعداد من الصغير إلى الكبير. يلا عندي 3 أرقام. أول إشي ما بحط خط يا مس، تحت المئات زي المقارنة عشان أشوف مين أصغر، لأن بدي أختار مين أصغر. طيب عندي يا مس 8 8 8، زي بعض، وين أروح؟ على العشرات لكل عدد. عندي 4 3 4. يلا مين أصغر؟ بسأل حالي. ليش حكيت مين أصغر؟ لأنه بده تصاعد، يعني نقطة صغيرة. مين أصغر؟ الأربعة ولا الثلاث ولا الأربعة؟ أحسنتم، الثلاث. إذا بضع عليها إكس وبنقولها يمس على الرقم الأول. إذا أنا خلصت منها. يلا بدي أشوف هسا مين أصغر؟ عندي 8 8، بيشبهوا بعض. 4 4، بيشبهوا بعض. يلا وين بروح؟ عند الأحد، 8 3. مين أصغر، الثمانية ولا الثلاث؟ أحسنتم، الثلاثة. إذا بكتب إكس فوقيها وباجي يمس بنقولها على الخط الثاني. إذا مين ضل عندي يمس؟ الرقم الأخير اللي هو 848. يلا نقرأهم يمس. 834 أصغر من. ليش حكيت أصغر من؟ لأن التصاعد بحب الصغير. أصغر من 843، أصغر من 848. ماشي يا ثاني؟ طيب خلينا نشوف سؤال 14. يلا خلينا نحل سؤال رقم 14. يلا يا أبطال نشوف السؤال اللي بحكي منه ثاني. طيب سؤال 14، ركز معي يا مس. بحكي لنا هل العدد الذي يزيد، يعني عندنا رقم 200، ركز معي يا مس، 235. بيحكي لي يا مس السؤال هذا العدد اللي انا كتبت لك اياه يا مس، نجيب لون ثاني. هذا العدد يا مس اللي انا كتبت لك اياه 235، لو انا زدت له 100، ها لاحظ يا ثاني، اذا انا زدت له 100 ماذا يصبح الرقم؟ يلا اعطيني ماذا يصبح؟ يلا مئات، يعني
335 كأنه حكى لي ضيف 100. وين بدي أضيف 100 عند الآحاد؟ لا، بضيفها عند العشرات؟ لا، بضيفها عند المئات. عند المئات يا مس، ضيف على الاثنين 100 أو عند المئتان 100 شو تصبح؟ 300. ها شايفين يا مس؟ بس غيرت المئات، ضفت عند المئات 200 300 يعني 2 3. ليش حكيت 3 يا مس؟ لأن هي جالسة عند المئات فبعتبرها هي 300. صح يا مس؟ مش أخذنا القيمة المنزلية؟ طيب خلينا نكمل السؤال. هسه بحكي لنا يا مس هذا العدد، هذا العدد هو نفسه 350. إذا أنا قليت عنه 10، ماشي يا مس؟ راح أعيد، 235 ضفنا له 100 يا مس، شو أصبح؟ 335. هسه بحكي لنا يا مس نقص عليه 10، هذا العدد 350. هسه هذا يا مس نفس هذا العدد؟ لا. طب بحكي لنا هذا العدد يا مس نقص له 10، نقص 10. هسه وين بدي نقص 10 يا مس؟ عند العشرات. وين بدي نقص يا ثاني؟ عند العشرات، ما بنقص عند المئات ولا الاحاد، عند العشرات. طيب نقص عند العشرات، نقص 10 عند العشرات، 5، يلا ماذا تصبح؟ 4، صح يا ثاني؟ أو 40، بننزل الصفر والثلاث. طيب يا ثاني، هل الرقم 340 هو نفسه 335؟ هم نفس الأرقام؟ إذا لا، لا، إذا الإجابة لا. هل العدد الذي يزيد على 235 بمئة هو نفسه العدد 350 إذا نقصنا منه 10 هو بيعطيني نفس العدد؟ لا يا ثاني، إذا الإجابة لا، وهذا هو التبرير. التبرير يعني يا مس اللي هو الشرح اللي إحنا شرحناه على السبورة. مس رح أعيد، عنا بحكي لك 235 ضيفي له 100 يا مس، ضيف له 100 بصبح 335. هل هذا العدد هو نفسه هذا العدد بس إذا أنا نقصت عليه 10؟ يعني هذا العدد اللي معطيني إياه إذا نقصت منه 10 يصبح 340، هل هو نفسه 335؟ لا يا مس، ما بيعطيني نفس الإجابة. طيب يا ثاني، خلينا نحل رقم 15. يلا يا ثاني نحل سؤال 15. لدى منى، لسه هون رح يكون مقارنة. بيحكي لنا لدى منى 212 منصف ملون، ولدى أختها 218. بيحكي لنا مين إنهم، مين اللي لديها منصفات أقل؟ تعال نشوف يا ثاني، يلا مقارنة. 2 مئات متساويات، نذهب إلى العشرات. 1 1، العشرات متساوية. نذهب إلى الآحاد، مين أقل، 2 ولا 8؟ أيوة، الثمانية أكبر من الاثنان، الثمانية أكبر من الاثنان، فأصبح عندي اللي هي 212 مين هي؟ منى. والمئتان والثمانية عشر مين هي؟ أختها، صح؟ يعني هو ايش بده يا مس؟ مين اقل؟ مين اقل؟ يعني مين اللي اقل منصفات؟ ال 212 ولا ال 218؟ مين؟ منى ولا اختها؟ احسنتم يا ثاني، اذا منى لديها ملصقات اقل، الها عندها منصقات يا مس اقل، لانه هيها 212 أقل أو أصغر من 218. طيب يا ثاني نحل الأسئلة اللي وراها.
يلا عندنا رقم 16. بحكي لنا عندنا إذا إحنا عدينا يا مس عد عند العد تصاعديا بالمئات، عندي هذا الرقم اللي هو 428، 428. إذا إحنا يا مس عدينا تصاعدي بالمئات، عدينا تصاعدي يا مس بالمئات. طيب إيش يعني يا مس تصاعديا؟ يعني راح يكون يعني راح يكون بدي الرقم اللي بيجي ورايا بس ايش راح يكون عندنا اكبر منه، ليش؟ لانه التصاعدي بيبدا عندي من الصغير الى الكبير، من الصغير الى الكبير، فلما يجي بس لما احكي 428، يلا ايش الرقم اللي راح يجي ورايا بس؟ 528. ليش حكيت هون 500؟ لانه هو بده عد تصاعدي بالمئات، عد تصاعدي بالمئات. اذا نضع دائره يا مس هون، عندنا الاجابه راح تكون يا مس هون الثانيه، هي 528. طيب خلينا نيجي يا مس رقم 17 نشوف ايش المطلوب منا. بحكي لنا ما العدد الصادف؟ يعني عندي رقم 574، ايش العدد السابق؟ هسا العدد السابق الذي يسبق العدد، صح؟ اما العدد التالي هو اللي ايش؟ بيجي بعد العدد، انا بده هو العدد السابق، يعني بس قبل ما احكي 574 ايش بحكي قبله؟ يلا طلع عندي الاحد بس. قبل ما احكي 4 شو بحكي قبله يا مس؟ احسنتم، ثاني 3 وننزل السبعة والخمسة، إذا بحكي 573، 574، إذا الإجابة اللي راح أضع عليها دائرة بتكون 573، هيا يا مس راح أفرجيك إياها وينها، هيا يا مس 573، نضع دائرة يا مس عليها، يلا نشوف يا مس رقم 18. يلا يا ثاني نشوف رقم 18. بحكي لنا أي الأعداد الآتية عدد فردي؟ سهل مس، أي الأعداد الآتية عدد فردي؟ عندنا أعداد كاتبين لنا إياها، خلينا إحنا نكتبها على السبورة. 542، كمان عندنا 961 710. يلا حكينا يا مس نضع خط تحت الأحد. يلا وين العدد الفردي؟ 6 عدد فردي، وإيش بده مس؟ عدد فردي، 6 عدد فردي؟ لا. الأربعة عدد فردي؟ لا. الواحد عدد فردي؟ نعم. إذا نضع عليه دائرة. الصفر عدد فردي؟ لا يا مس. إذا طلع عندي يا مس الجواب 961، وراح أختار الإجابة، هي هي مس. إذا الرقم 18 راح أضع دائرة حول 961. يلا مس نشوف السؤال الأخير اللي هو 19. أي الأعداد الآتية يمكن وضعه في المربع؟ طيب هو معطيني مس مقارنة 486 أصغر، هي إشارة إيش؟ أصغر، لأنها لا توجه على العدد، صحيح مس؟ هيك اتفقنا إحنا. طيب كمان هذا العدد راح يكون كمان يا مس أصغر من 521. خلينا نكتب الأرقام عشان أفرجيك كيف بدنا نحله يا مس. هون عندي 410 وعندي 297. طيب يا مس نطلع عليك كيف بدي احل. شوف يا مس، اول شيء ايش بحكي لنا؟ 386 راح يكون اصغر من، يعني يا مس هذا الرقم اللي
انا ايش شمس دائما بقارن بالمئات، رح يكون المئات اللي هون اكبر من 100، اكبر من 3. طيب تعال شوف هون في وين في اكبر من 3. بنحط خط تحت اول شيء المئات اللي هي 6 5 4 2. يلا شوفوا لي مس وين اكبر من 3؟ وين العدد اللي اكبر من 3؟ هيها عندي 6 والخمسة والأربعة، إذا صار عندي أنا حصلت بهذول الأرقام 6 5 4. ماشي يا مس؟ طب أنا بدي أحطهم كلهم بالمربع، هذول كلهم أكبر من 386. مس كلهم بدي أحطهم بالمربع؟ لا، لأنه أنا في عندي تكملة للسؤال. هذا الرقم يا مس اللي هو الأربعة والخمسة والستة بدي يكون أصغر من 5. طلعوا لي هون هاي إشارة أصغر، رح يكون يا مس أصغر من 5. مين العدد اللي هون أصغر من 5؟ الستة ولا الخمسة ولا الأربعة؟ أحسنتم يا ثاني، رح يكون عندي الأربعة. إذا الإجابة رح يكون عندي 410، 410. ليش يا مس اخترت ال 410؟ أول إشي باجي هون 386 أصغر من هذا العدد، إذا العدد اللي هون رح يكون أكبر من مين؟ من هذا العدد. باجي أنا دائما شغلي عند المئات يا ثاني، بالمقارنة دائما شغلي عند المئات. باجي يا مس هون بحكي مين أكبر من الثلاث من هذول الأرقام؟ هي عندي الستة والخمسة والأربعة، هم هذول المئات الأربعة والخمسة والستة أكبر من 3، صح يا ثاني؟ أكبر من 3. طب كلهم بدي أحطهم بالمربع؟ لا يا ثاني. ليش؟ لأنه في عندي تكملة للسؤال. هسا هذا العدد اللي أنا رح أختاره رح يكون أصغر من 5. طب وين بدي أصغر من 5؟ الستة ولا الخمسة ولا الأربعة؟ لا الأربعة، لأنه الأربعة أصغر من 5، صح؟ فباجي بحطه، لأنه الخمسة والخمسة متساويات، الستة أكبر من 5، لأن أنا ما بختاره. إذا اخترت الإجابة اللي هي 410. ماشي يا ثاني؟ هيك بس إحنا بنكون أنهينا اختبار نهاية الوحدة. ومسوا لا تنسوا الواجب اللي أنا أعطيتكم إياه اللي حلو يا ثاني، ونتدرب على نتدرب على الأسئلة اللي هي اختبار نهاية الوحدة يا ثاني، ويعطيكم ألف عافية.